علاء. نعم فهمت. مفروض جوزها هو اللي بصمها. لو سمحت يا فندم. تعالى انا واخواتي. عربي سيدي. اه. هتتكعب الليل. ماشي. شيل دماغك. سيادة المحافظ. اتفضل يا فندم. الاول خلي كل الحضور توسعوا كده اتوسعوا كده بقى يا جماعه يعني. خلوا كل الحضور نقرا للاخت السيده الفاتحه كده ان ربنا يسعدها ان شاء الله. زغرات انت ما بتعرفيش زغرات كمان واحدة بس دي هاخد قدامها صورة يلا يلا كمان واحدة بس دي هاخد قدامها صورة يلا يلا خلاص ستي راح يلا قوم يا سيد بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة يوم سعيد كلنا كده مجمعين وبنوجه تحية شكر وتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي صدق لبنتنا السيدة على شقة وهي طبعا كانت في البرنامج التلفزيوني وصدق لها على شقة واحنا النهاردة بنسلمها الشقة وبتستلم كل حاجة الشقة جاهزة على طول على السكن والتواجد فيها. فألف مبروك لها وألف مبروك لكم جميعا وإن شاء الله يعني نحضر في الشقة ديت يعني ولادة أول مولودة إن شاء الله. لا ما فيش هو الشقة كلها بالكامل تصديق السيد رئيس الجمهورية ما تتحملش سيدة أي حاجة فيها سواء الشقة ذات نفسها أو المرافق كهرباء مية وخلافه كل ده على نفقة الدولة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس. لو سمحت وده كارت المية وكارت الكهرباء ماشي ماشي تسلم ايد حضرتك يلا اهو فين سيادتك فين يلا يا حاج وده الفلوس اللي كانت دفعت في المية رجعت لي بنتي خديها بقى تاني يا سيادة احنا شرفنا احنا نرجع لك فلوس المية كلها والله شرف ليا على حالي والله تسلم ربنا يخليك تسلم ربنا يخليك ماشي ماشي يا فندم نطلع الشيك بس عشان الوزارة بعد اذن الكلام هيكون ظرف لا يا فندم اتفضل يا فندم مبروك يا سيد الله يبارك في حضرتك تسلم ايد النجلة شكرا يا فندم جزاكم الله خير ماشي هاتي بقى حطيه هنا اهو بالظبط ده عشان انا حضرت عشان انا حضرت دوت مني للعرسان ماشي اتفضلي يا سيد شرف لي والله اللي انا اتعرفت على حضرتك النهارده الف مبروك الله يبارك في حضرتك ماشي ليكي كيب ولا مالكيش هو عشان حضرتك كل ده عشان حضرتك ها قولي شكرا لسياده النائب يا سيد خليهم في الشنطه بيستاذني حرام لا بيستاذنك يعني وبعدين احنا الاثنين واحد انا حسابي انا حسابي انا شنطتك يعني الفلوس فيها ومعاك الظرف بتاع الشيك والكارت الكهرباء ماشي ده في الشيك وريتك جاي بس مريض شويه لا مفيش مشكله تعالى يلا يا حاج يلا نرجع عشان خاطر بس نتكلم بالظبط دول اختها طب تعالى تعالى تعالي وادي عيالك تعالى تعالى خدوا خدوا كله يعني تعالى
إيه انا بصراحه يعني فرحانه خالص للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بيستجاب للحالات اللي زيي, وده والله شرف كبير لينا احنا كذوي احتياجات خاصه ان هو بيسمع لنا وان احنا صوتنا بيوصل له. انا سيده ميزار, انا استلمت المفتاح الشقه النهارده من محافظ شمال سيناء, وانا بشكر المحافظ جدا, وبصراحه بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول له يعني ان انا استلمت الشقه ويسلم لينا يعني ربنا يخليه. شعورك بقى بعد ما استلمت الشقه؟ انا فرحانه جدا طبعا دلوقتي, حاسه ان انا لا مش فرحتي بفرحي وبس, حاسه ان فرحتي بفرحي دلوقتي بتتعاد مره اخرى بوجودي وسط الناس اللي حواليا, وان انا فرحانه خالص والله بالشقه الجديده. استجابة الرئيس السيسي